السلام عليكم ومرحبا بكم مجددا متابعينا في قناة إجريكتي دي زد لأهم أخبار الجزائر اليوم. حقيقة متابعينا اليوم هنالك العديد من الأخبار الهامة والتطورات الجديدة التي يجب علينا أن نشاركها معكم. متابعينا الكرام هنالك توترات، الحرب الآن في الشرق الأوسط بدأت في الاشتعال، وهنالك الحرب قريبة جدا بين الكيان الإسرائيلي ونقول لبنان وليس حزب الله، لأن اللبنانيين الآن هم المعنيون بالأمر، وهنالك العديد من الأخوة في لبنان يغادرون أرضهم ويتوجهون للمطار الدولي من أجل مغادرة لبنان. وأيضا هنالك دول أجنبية تطلب من رعاياها مغادرة الأراضي اللبنانية. فهل أصبحت الحرب أمرا واقعا مفروضا بين لبنان والكيان الإسرائيلي؟ هذه الحرب متابعين الكرام جد خطيرة، لأن حزب الله أقوى بكثير من حماس. حسب العديد من المواقع العسكرية المختصة في الشؤون العسكرية تقول بأن حزب الله أقوى بكثير من حماس، ولديه ترسانة صاروخية كبيرة جدا، ولديه العديد من المسيرات العسكرية المتطورة، ومن الصعب جدا التغلب عليه. حتى أن هنالك خبير عسكري صهيوني اعترف بنفسه وقال إذا دخلت إسرائيل في حرب ضد حزب الله فهذا سيكون بمثابة انتحار سياسي وانتحار عسكري. ليس هذا وحسب، هنالك الولايات المتحدة الأمريكية قامت بإرسال أحد أكبر حاملات الطائرات الموجودة لديها، وهذا كله لمساعدة إسرائيل، وهي متابعينا الكرام حاملة الطائرات التي يطلقون عليها اسم إيزنهاور. يعني هذه حاملة الطائرات تعتبر فخر الصناعة العسكرية الأمريكية. ولكن الخبر المفاجئ اليوم والذي خرج به الناطق العسكري والرسمي باسم أنصار الله الحوثيين في اليمن يقول أنهم نجحوا في استهداف هذه حاملة الطائرات وفي ضربها، وحتى أن قناة الجزيرة نشرت هذا الخبر، يعني الخبر الرسمي. فهنالك تطور كبير جدا، وهذا يعطي دلالة قوية جدا على أن اليمن قادرة على الصمود وقادرة على مواجهة أمريكا عسكريا. أيضا متابعين الكرام هنالك الجزائر جاهزة الآن بعدتها وعتادها الكامل لمواجهة أي احتمالات لوقوع كوارث طبيعية وتحديدا حرائق في الغابات، حيث لأول مرة متابعين الكرام سنشاهد مع بعض قاعدة جوية جزائرية تحتوي على هذه الطائرات لإطفاء الحرائق. أيضا في الأخبار الجزائرية أعزائي المشاهدين والشؤون السياسية، هنالك العديد من الأحزاب السياسية الجزائرية أعلنت دعمها لترشح الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لعدة ثانية. وكما ترون ماذا يقول هذا الخبر، بعد الأفلان والإرندي جبهة المستقبل تدعو تبون إلى عهدة رئاسية جديدة. أخيرا متابعينا وفي الأخبار سنتحدث عن موضوع مهم جدا كما ترون، بعد رفض إسبانيا المغرب يقدم خدمة لإسرائيل في حربها على غزة. ما هي هذه الخدمة أعزائي المشاهدين؟ يعني هنالك بخصوص هذا الخبر كانت هنالك سفينة صهيونية وهي سفينة عسكرية. يعني متابعينا الكرام ركزوا معي، نحن نتحدث عن سفينة عسكرية وليست سفينة مدنية. رست على أحد الموانئ في المغرب، والمغرب قدمت لها المساعدات الغذائية ووفرت لها المؤن اللازمة من أجل مواصلة مشوارها العسكري. وإسبانيا متابعين الكرام اللي هي الآن دولة مسيحية رفضت استقبال هذه السفينة على موانئها. إذا نستنتج متابعين الكرام أن الدين لا علاقة له بالسياسة، فهنالك العديد من الدول المسلمة تدعم الكيان الإسرائيلي مثل الإمارات والمغرب، وهنالك من جهة أخرى دولا غير مسلمة ترفض التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، وكما ترون مثل إسبانيا وكثير من الدول في العالم. كانت متابعين هذه أبرز النقاط والأخبار التي سنتكلم عنها بالتفصيل في يوم من هذا. أتمنى منكم متابعين الكرام مشاهدة الفيديو حتى النهاية لأن فيه نقاط وتفاصيل جد مهمة، ومن دون إطالة دعونا نبدأ في تفاصيل أخبارنا لهذا اليوم. كما ترون متابعين هذا الخبر عاجل يقول كندا تبدأ إجلاء 45 ألفا من رعاياها في لبنان. متابعين الكرام هل هذا يعني أن الحروب، أن الحرب بين الكيان الإسرائيلي والجيش اللبناني قد اقتربت؟ وبخصوص هذا الموضوع متابعين الكرام كما تشاهدون في هذا الفيديو هنالك فيديو يظهر هروب مئات الألاف من اللبنانيين الآن عبر مطار بيروت. الحرب متوقعة في الأيام القادمة. يعني متابعين الكرام هنالك العديد من المواقع العسكرية تتوقع بأن هنالك ستكون حرب طاحنة بين الكيان الإسرائيلي وحزب الله في لبنان. وبخصوص هذا الموضوع في أقل من 48 ساعة أزيد من 250 ألف مواطن لبناني غادروا لبنان إلى تركيا،
وإلى أسرهم في دول أمريكا الجنوبية وقبرص كما تشاهدون في هذا الفيديو. يحدث في الولايات المتحدة الأمريكية أعزائي المشاهدين هنالك الطلاب الأمريكيين يقومون بواجبهم بأحسن صورة. كما تشاهدون في هذا الفيديو هنالك حدث غير عادي حدث في نيويورك، وهو رفع صورة كبيرة للمرشد الإيراني السيد علي خامنئي على واجهة متحف بروكلين ردا على شكر المرشد الإيراني للطلاب الأمريكيين الذين يتظاهرون من أجل العدالة في فلسطين. بخصوص حاملة الطائرات، أعزائي المشاهدين، حاملة الطائرات الأمريكية التي أتت إلى الشرق الأوسط من أجل دعم الكيان الإسرائيلي، الحوثيون أعزائي المشاهدين ينشرون فيديو ويقولون بأنهم استهدفوا هذه السفينة وضربوها بالصواريخ. كما تشاهدون يقول زعيم أنصار الله الحوثيين أنهم استهدفوا حاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمال البحر الأحمر، وكذا يقول استهدفنا سفينة من نوع ترانس وورد نافيجيتور التي انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر العربي. كما ستشاهدون ما قاله متابعينا المتحدث العسكري والرسمي باسم أنصار الله الحوثيين في اليمن: ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية إيزنهاور شمالي البحر الأحمر. المتابعين الكرام، دعونا نشاهد هذا الفيديو مع بعض، وهو لحظة وصول الطائرات لإطفاء الحرائق، وهي تصل للقواعد الجوية الجزائرية من أجل القيام بدورها، وهذه القواعد الجوية المركزية متواجدة بولاية مستغانم، وهي مكسب هام في المجال الوقاية ومكافحة الحرائق. وإطفاء الحرائق يرابط في القاعدة الجوية الجديدة بمستغانم، حيث وضع هؤلاء الطيارون على أهبة الاستعداد للتدخل عند نشوب أي حريق غابي. فهذه الطائرات تمتاز بالسرعة والفعالية، كما تتلائم مع التضاريس الطبيعية الجزائرية. المطار هذا جديد يديروه مليح للمستغانم والغرب، مع الجهود تاع الدولة اللي اختينا طيارات هذو اللي يديروهم جدد، زعما لقت استحسان كبير من المواطنين الحمد لله. وهذ الطائرات اللي جابوهم ما شاء الله يعاونوا الحماية المدنيين، يعاونوا ليفوري. متابعينا الكرام، دعونا نشاهد شهادة سائقي سيارة الأجرة الموريطاني في حق الجزائر التي انتزعت استقلالها بتضحيات الجسام ونضالها التحرري الذي يعتبر مفخرة لكل شعوب العالم. ما لفت انتباهي هو ثقافة سائق الأجرة وسعة اطلاعه على تاريخ المنطقة ومستقبلها وتطلعه لغد أفضل، وهذا ليس بغريب على الشعب الموريطاني كما ستشاهدون متابعين ما قاله هذا المواطن الموريطاني في حق الجزائريين وما قدمته الجزائر من تضحية وما هي توقعات هذا الشخص الموريطاني متابعين الكرام عن المستقبل الجزائري. دم الجزائر وخير وخير أرض العروبة، الله أرض مليون شهيد ونص مليون ونص مليون. أي صح، أي والله، أي والله. قلنا كلمة على أهل الجزائر، كلام من القلب للجزائريين. من القلب للجزائر صراحة الجزائر شعب كل العرب، كل العرب، ولو كان ما قد النظر عن التوافق مع الحكومة الحاكمة من عدمه، كل العرب يقدرون الجزائر لأنهم حسب الأكثرية الموريتانية، والله بعض الموريتانيين يعرف على أنها أرض المليون ونص شهيد، والدولة الوحيدة اللي أخذت استغلالها بالدم. أي صح، مش كباقي الدول الإفريقية بحال السنغال حال موريتانيا. والآن متابعينا الكرام، دعونا ننتقل إلى الخبر الآخر ونتكلم عن موضوع مهم، هو بعد رفض إسبانيا المغرب يقدم خدمة لإسرائيل في حربها على غزة، حيث كشف موقع جلوبس أن المغرب استقبل عبر ميناء طنجة سفينة عسكرية صهيونية قادمة من الولايات المتحدة الأمريكية متجهة نحو فلسطين المحتلة للمشاركة في حرب إسرائيل على غزة. وأفادت تقارير إعلامية أن المغرب قدم الغذاء والوقود لطاقم السفينة التي توقفت في ميناء طنجة قبل أن تواصل إبحارها نحو ميناء حيفا المحتل. وذكرت صحيفة الشروق أن الحكومة الإسبانية رفضت السماح للسفن العسكرية الصهيونية بالرسو في موانئها للتزود بالوقود. وأكد وزير الخارجية الإسباني خوسي مانويل ألباريز أن مدريد لن تسمح لأي سفينة تحمل شحنة أسلحة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي بالرسو في أحد موانئها.
وهذه صفعة قوية جدا للنظام المخزني الذي يقدم المساعدات للكيان الإسرائيلي، بحيث حتى أن هنالك دولة ليست مسلمة وهي دولة إسبانية ترفض رصف سفن الاحتلال على أراضيها. فما أدراك بهذه الدولة التي بين قوسين مسلمة وتقدم مساعدة للكيان الإسرائيلي؟ فهذه متابعينا وصمة عار في جبين ملك المطبع وحكومته. وللمتابعين الكرام، دعونا نتكلم قليلا عن السياسة الجزائرية، حيث تتوالى دعوات الأحزاب إلى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للترشح لعهدة رئاسية جديدة. فبعد تحالف 13 حزبا وجبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، جاء الدور اليوم على جبهة المستقبل. وقال رئيس حزب جبهة المستقبل فاتح بوطبيق في ندوة صحفية اليوم السبت أنه بحكم ما تقتضيه المصالح العليا للبلاد يدعو الحزب الرئيس عبد المجيد تبون إلى الترشح للانتخابات الرئاسية لمواصلة مسار الإصلاحات التي باشرها لبناء الجزائر الجديدة بعيدا عن كل التجاذبات السياسية. وأبرز بوطبيق أن هذا القرار جاء خدمة للجزائر دولة وشعبا مع تغليب المصالح العليا للوطن، موضحا أن حزب جبهة المستقبل يهيب بالقواعد النضالية للمشاركة الواسعة وإنجاح الاستحقاق الرئاسي يوم 7 سبتمبر 2024. وتجدر الإشارة إلى أن حزب جبهة التحرير الوطني سبق أن دعا رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون إلى الترشح للرئاسية 7 سبتمبر القادم، وذلك تقديرا لإنجازات الهامة التي حققتها الجزائر تحت قيادته واستكمالا لمسيرة الإصلاح والتنمية.